لتغطية هذا النشاط الذي نعتبره مفصليا في سيرورة قطاع تحكيم المغرب. هو مفصلي لماذا؟ هو ما يسمى عند المسؤول على قطاع تحكيم شهادة الحياة. فالآن نلاحظوا الحكام الظروف التي يواجهوها في الممارسة التحكيمية ديالهم من خلال التعيينات التجريبية في ظرف وجيز جدا. الشيء اللي تيخلي هذا الحكم تيقوم واحد 3 أو 4 ديال المقابلات متتاليه في الاسبوع، عدد الكيلومترات اللي تيضرب كبيره بزاف، كتخلي التركيز ديالو صعيب انه يوصل ليه، كتخلي الهدوء النفسي ديالو صعيب انه يوصل ليه، كتخلي التجاوب ديالو مع الحالات السريعه يكون صعيب انه يوصل ليه. وبالتالي الهم الوحيد ديال الناس المسؤولين على قطاع التحكيم الان هو التعيين ثم التعيين ثم التعيين، ولا شيء غير التعيينات ديال الحكام. التكوين ضعيف جدا، حيث انه ما كاينش شي استراتيجيه تكوين الحكام الممارسين، لا الحكام اللي كيمارسوا على مستوى المخبراء ولا الحكام اللي كيمارسوا على مستوى الاقسام ديال الهواة. الطموح حقيقه بهذه الاستراتيجيه اللي كاينه دابا ماتت عدد كبير من الحكام. شفنا الاقصاءات ديال الحكام اللي هما كبار، شفنا قرارات اتخذت بطريقه عشوائيه من خلال تطبيق قانون الحكم والتحكيم بطريقه غير صحيحه. كان محدود الحضور ديالو، اكبر مشهد هو القرار اللي استحق الحكم الدولي السجن السياسي اللي حطم الرقم القياسي بعد انتهاء المقابله. 4 ديال السوايع كان صدر قرار ديال تجميد النشاط ديالو الى اجل غير مسمى، وهذا تبين الارتباك الكبير اللي كيعيشو الجهاز الوصي في تطبيق القانون ديال الحكم والتحكيم. وبالتالي هذا يعني تحصيل حاصل. الان تشوفوا الواقع في التحكيم، كنلاحظوا انه ما كاينش منافسه على المستوى الدولي، ما كنشوفوش استراتيجيه كما وضعها الان دول مجاوره، حيث انك تشتغل على كاس العالم 2026. هذه كلها في الحقيقه هي مواضيع حال الوقت باش اننا نوقفوا عليها، باش نبينوا الضعف البين ديال الناس المسؤولين على قطاع التحكيم، باش يعاونوا ما امكن يردوا ماء الوجه ديال التحكيم الوطني المغربي ويرجع لاوج العطاء ديالو اللي كان معروف عليه سابقا. شكرا لكم. الكاتب العام لجمعية الحكام الدوليين وحكام القسم الأعلى السابقين، وفي نفس الوقت المدير الجهوي لحكام أصوات فاس الكنس لكرة القدم. نحن اليوم في لحظة مفصلية للبحث في موضوع التحكيم المغربي، مساءلة الذات ومساءلة الجسم التحكيمي، والوقوف على مختلف الإكراهات والقضايا التي جعلت من قطاع التحكيم يعيش أزمة، أزمة عميقة، أزمة بنيوية تتجسد وتتجلى في أداء الجهاز ككل، وكذلك على مستوى العلاقات العامة لهذا الجهاز، لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي. نسائل أيضا موضوع التكوين، نسائل موضوع التعيين، نسائل موضوع المراقبة، نسائل في موضوع التدبير بصفة عامة. ومن بين أهم تجليات العجز البنيوي التي يعانيها قطاع التحكيم هو عدم تجدد الأجيال في الجسم التحكيمي، وعدم وضوح العلاقة بين مختلف مكوناته، وفي نفس الوقت وجود نوع من التجاوزات على مستوى التدبير. ولا أدل على ذلك قضية الحكم الدولي السابق الأستاذ هشام التيازي، حيث للأسف الشديد فوجئ الرأي العام الوطني والدولي في نفس الوقت بتوقيف هذا
الحكم الذي قضى أكثر من 30 سنة في التحكيم في خدمة الوطن، مثل المغرب أحسن تمثيل على المستوى الدولي، ولكن بجرة قلم ربما في ليلة من الليالي تم اتخاذ قرار إبعاده، رغم أن قرار إعادته بعد أن رفع الأمر إلى الجهات العليا داخل الجامعة، ولكن يبقى الجرح قائما في نفسية وذهنية الأستاذ هشام وأسرته ومحبيه وكذلك الجسم التحكيمي. لماذا؟ لأننا هنا أمام تجاوز وتعسف في استعمال السلطة، وهو ما لا يمكن القبول به. لماذا؟ لأننا أمام جهاز يفترض أن يكون معتمدا في تدبيره على الحكامة والتشاركية وعلى الإنصات إلى مختلف الأطراف والانفتاح على مختلف الجهات من أجل تدبير جيد، تدبير يتيح الفرصة للكفاءات كلها، وفي نفس الوقت يجدد نفسه بنفسه من أجل العودة إلى التوج على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. شكرا لكم. الحكام المغاربه من القياده ديال المباراه ديال كاس العرب المنظم في قطر، شنو النظريه ديالكم؟ طيب، كما قلت بالنسبه لتمثيليات المغرب في التحكيم، هذه مشكله كبيره تتعبر على اننا فعلا امام ازمه. علاش؟ لانه ما بقيناش قادرين ننتجو حكام اللي يقبلوهم المسؤولين او يقبلوهم المسؤولين الدوليين، لا على مستوى الكاف، لا على مستوى الاتحاد العربي، لا على مستوى الفيفا، ولا على مستوى الالعاب الاولمبيه، الا في جانب او هامش ضيق اللي ولا الدور ديالنا محصور فقط في غرفه الفار. وهذا بطبيعه الحال ما كيقنعناش اطلاقا وما كيقنعش بلادنا. بغينا القطاع ديال التحكيم يكون سفير من السفراء، يدير حتى هو الدبلوماسيه الموازيه، وترفع الرايه ديال بلادنا ويتكلم علينا العالم من خلال قيادتنا لمباريات مفصليه في مختلف المنافسات. وبالتالي فالغياب ديالنا منذ بالقول الله يرحمه عن الساحه الدوليه يسائل التكوين، يسائل هؤلاء الذين يسيرون اليوم القطاع ديال التحكيم الى اي حد فعلا يملكون استراتيجيه ويملكون مشروعا للنهوض بقطاع التحكيم. انا اقول بانه كفى من العبث بقطاع التحكيم، وليعود المسؤولون في القطاع الى رشدهم من اجل معالجه الاختلالات البنيويه القائمه فيه.